جرعة مكثفة من الكوميديا المصرية الجديدة استقبلتها الرياض من خلال العرض المسرحي صبح صبح. محمد سعد، حسن حسني، محمد لطفي، أحمد فتحي وآخرون من نجوم الكوميديا هم أبطال العرض. عن تفاصيل العمل وجولته الأولى بالسعودية كان لنا تلك اللقاءات. انتعشت خشبة المسرح السعودي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، إلا أنها استقطبت فنونا متنوعة، كان آخرها المسرحية المصرية صبح صبح للفنان المصري محمد سعد الشهير بشخصية الليمبي. وكان لنا لقاء حصري مع أبطال العرض عن تجربتهم الفنية الأولى في السعودية. أنا أتمنى إن شاء الله أنا والزملاء هنا النجوم اللي موجود معاهم موجودين معايا إن إحنا نكون عند حسن ظن الشعب السعودي هنا، وانه نقدم عمل بجد يبسطهم ويخرجهم من اي ضغط عصبي هم فيه، وده هدفنا ان احنا نرسم الضحكه او البسمه على 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 وش كل حد موجود هنا في قلب البلد. صلاه الجمعه بتخلص الساعه 1 الظهر، من الساعه 1 للساعه 8 بتعمل ايه بقى ان شاء الله؟ بقى قاعد بقى بفكر في الخطه الجديده وبحطها عشان خاطر ايه ما تقفلش نفس الأنسة اللي أنا ما تقفلش كل يوم جمعة. احنا بنقدم عرض مسرحي اسمه صبح صبح، تأليف الكاتب الأستاذ محمد عز وإخراجي، وبطولة النجم محمد سعد وفنان الكبير حسن حسني وأحمد فتحي، محمد لطفي، حسن عبد الفتاح. عرض كويس وعرض كوميدي، فكرته بسيطة، قايمة على الحلم، حلم الإنسان، ومن خلال مفارقات كوميدية. إن شاء الله نقدمه 3 ليالي في الرياض بإذن الله، وبعدين هيبقى في عندنا خطة للتجوال في جدة وأبها. المسرحية اقتصر تمثيلها على العنصر الرجالي فقط، والتي تعرض للمرة الأولى في العاصمة، وكانت المرة الأولى أيضا التي يسمح للعائلات والأفراد بالحضور معا لعرض مسرحي. مبسوطين جدا جدا، ونتمنى أن نيجي مرة تانية وتالتة ورابعة يعني يا ريت. حسن حسني طبعا الأب، وإحنا الأولاد، ويعني اجتماعيات بقى الأسر وأحلام الشباب وطموحات، وكل واحد ليه طموحات، بس الارتباط بالأب والصغير لنصايحه هي دي الرسالة يعني. فأنا عامل غنوة في المسرحية اسمها بوس إيد أبوك، نول رضا أبوك هتلاقي كل الناس حبوك. أقول لهم صبح صبح، أعمل حاجة، وهابي نيو يير، وصدفة سعيدة.